أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعيني الكرام على قناتي دروس إكرام التعليمية. في هذا الفيديو جبت لكم ملخص في مادة العلوم الطبيعية والحياة الجزء الثاني للرابعة متوسط، الجزء الثاني رابعة متوسط، الجزء رقم 2. هذا الجزء وش راح نتناوله فيه؟ راح نديرو فيه المقطع الثاني واللي اسموه الاتصال العصبي. الاتصال العصبي ديروا في بالكم بلي راهو ساهل كلش، يعني راح نشرح لكم راح يولي لكم كلشي ساهل. نبداو. اذا نعاود لكم الكاميرا كما خضرا اللي فاتت باش ندير. المهم نبداو مع الاتصال العصبي. ما نساوش دروس اكرام التعليمي، تنساوش تشتركوا في القناة. نبداو عنا الاتصال العصبي. احنا من اجل انه نشرح لكم بطريقة بسيطة، احنا مثلا الام تاعنا البنت او اي وحدة في البيت، مثلا الام، نهضر بصيغة الام لانه كاين دراري وبنات يتبعوني، لهذا يعرف كيفاش هي الام. مثلا تكون تطيب مثلا في المأكولات تاعها، فرضا مثلا قوة النار بزاف، هذيك الوسمها هذيك اللي طيبوا فيها الطنجرة ولا وش هي، مثلا سخنت بزاف بزاف بزاف، سخنت ولا المقلة هذيك ولا نفس هذيك اللي كانت تطيب فيها سخنت بزاف، كانت حاطة فوقها هذيك الملعقة، هذيك الملعقة سخنت لدرجة كبيرة، الأم مست هذيك الملعقة ولا كانت تحكم هذيك الملعقة، لقيتها حامية طلقتها بمجرد أنه لمستها، حست أنه عندها حرارة زائدة عن اللزوم طلقتها. وش هي الحاجة اللي تخلينا ولا تفهمنا ليه طلقت الأم هذاك الوسمو هذاك الملعقة؟ كون عينا كون قاعدة تحاكمتها وعادي، دليل على وجود حاجة في الجلد تاعنا، هذيك الحاجة تنقل الرسالة إلى العقل تاعنا واللي عاود يقلبها ويدير الرد هذاك نتاعو. دوك نعرفو كل شيء في الاتصال العصبي، هذيك مقدمة فقط. نبدأ الاتصال العصبي. عندنا الأعضاء الحسية المنبهات، وعندنا عندنا الحاسة الشعورية. الاتصال العصبي نبدأ، عندنا الأعضاء الحسية، وش عندنا تاني؟ عندنا الأعضاء الحسية، عشان قدمتي هنا كده، عندنا الأعضاء الحسية، وش عندنا تاني؟ عندنا المنبهات، وعندنا الحاسة الشعورية. الحاسة الشعورية، اولا نبداو نشرحو الاعضاء الحسية. هي الحواس الخمس وما يرافقها، يعني الاعضاء اللي نقدروا نحسوا بها. شكون هما؟ مثلا العين، الجلد، الاذن، الانف، اللسان، هذو هما الاعضاء اللي نقدروا نحسوا بهم واللي هما الحواس الخمس. الاعضاء الحسية هي الحواس الخمس. عندنا اليد واللي هو الجلد، نخصصوا بالجلد، عندنا العين، عندنا اللسان، عندنا كذلك
أذن، عنا الأنف إلى آخره. هذول الحواس الخمس تاعنا تاع الأعضاء الحسية. الأعضاء الحسية واش معناتها؟ معناتها الحواس الخمس اللي نقدروا نحسوا بهم، اللي نقدروا نحسوا بهم. الجلد نقدر نحس به، العين نقدر نحس بها نستشعر بها الإضاءة، الأنف نشم به الروائح، كذلك اللسان نذوق به، الأذن نسمع به إلى آخره. لهذا سميناهم بالأعضاء الحسية، هي الأعضاء اللي تقدر تحس بما يدور حولها. مثلا القلب دوكا، القلب دوكا ماهوش القلب هو يعني حالة تاع شعور، مي ما يقدرش يحس. مثلا تحطه قدام نار والله ما كاش منها، تروح تمس به مثلا نعفسه هكذا حاميه، مثلا هذا ستيلو كان حامي وانا مسيت فيه وطلقته، القلب زعما راح يمسه امبوسيبل. لهذا خصصنا الحواس الخمس فقط. المنبهات، وش معناتها المنبهات؟ المنبهات هي عبارة عن أشياء خارجية تقوم بتنبيه الأعضاء الحسية، يعني تعطي لهم تقول لهم بلي كاين خطر في هذيك الحاجة، والله بلا الخطر تنبههم بلي كاين الضوء، بلي كاين الصوت، والله تعطي تنبه الأذن باش تسمع هذاك العفسة، والله الأنف باش تشم ديك الحاجة إلى آخره. الحاسة الشعورية، الحاسة الشعورية هي الحاسة اللي تنطلق عبر تنبيه الأعضاء الحسية، يعني الحاجة اللي الريزلت اللي نستقبلوها من تنبيه الأعضاء الحسية. يعني كي مثلا أنا يا كن نجيب النار للجلد، وش راح يصرالو؟ راح يحس. وش باش راح يحس؟ راح يلمس، راح يلمس أنا يعني جبت النار هاي، مثلا هذا نار والله عفسة حامية وأنا مسيت، هذه لمس، كي مسيت طلقت. وشو النتيجة تاعنا؟ النتيجة تاعنا أنه طلقنا هذيك الحاجة، يعني ما قدرناش نحكمها لخطر حسينا بها نتيجة للمنبهات التي نبهت الأعضاء الحسية. وش هي الحاسة الناتجة عنها؟ هي اللمس، مثلا العين، الرؤية إلى آخره. نبدأ نكسبو فيهم. عندك الأعضاء الحسية، عندنا العين، عندنا الجلد، عندنا الأذن، عندنا الأنف، وعندنا اللسان. نديرو هكذا سهم إلى المنبهات. بالنسبة للمنبهات، في العين عندنا الضوء وعندنا الألوان، هذوما اللي ينبهوا لنا العين. الجلد عندنا بزاف حوايج ينبهوا لنا الجلد، اللي هما الحرارة كما كنت نقول لكم، البرودة تحسوا حاجة باردة بزاف، تانيك منبه. الضغط أيضا سميه باللمس. الألم إلى آخره. يعني الجلد عنده بزاف تنبيهات. عندنا الأذن، حسوني هكا وخلاص. الأذن وش هو الاسم تاعها؟ هو الصوت. الأنف هو الروائح المختلفة. اللسان وش هو؟ الطعم أو الذوق إلى آخره. إذن بالنسبة للحاسة الشعورية، الحاسة الشعورية بطبيعة الحال راح تكون كما العين، الحاسة الشعورية تاعها هي الرؤية. الجلد الحاسة الشعورية تاعو هي اللمس. الأذن الحاسة الشعورية تاعها هي السمع. الروائح عفوا الأنف الحاسة الشعورية تاعها هي الشم. اللسان الحاسة الشعورية تاعو هي الذوق. هكذا كما قلت لكم. إذن
كملنا مع الأعضاء الحسية، المنبهات والحاسة الشعورية. نمروا دوكا إلى مقطع في الجلد. الجلد هو الحاجة المهمة اللي دائما نركزوا عليها. كيما قلت لكم الخطرة اللي فاتت في هذه المعدة، هذه الخطرة نجو مع الجلد، أنا صورتهم بي يوم واحد يعني، لهذا نركزوا عليهم بزاف، بس هذا هو الأساس، يعني هو اللي بزاف يديروه. أبار هادو ذكرنا برك باش نفهمو فقط الموضوع. مقطع في الجلد، حندرسو الجلد. بالنسبة للجلد، نعرف الجلد أولا. الجلد هو عضو حسي يحتوي على مستقبلات حسية. العضو الحسي أنا قلنا لك هو الحواس الخمسة، هما اللي عندهم ليستقبلوا المنبهات، كما قلت لكم الحرارة يقدر يستقبلها، البرودة إلى آخره. هو عضو حسي يحتوي على واش؟ يحتوي على مستقبلات حسية، كما العصارة الهضمية اللي قلت لكم عليها الخطرة اللي فاتت، قلت لكم تحتوي على إنزيمات. هكذا العضو الحسي يحتوي على المستقبلات الحسية، يسمى مش العضو الحسي هو اللي يستقبل المنبهات، إنما نخصصه باللي المستقبلات الحسية هي اللي تستقبل المنبهات الخارجية. المستقبل الحسي هو عبارة عن جسيمات في الجلد ولا في أي عضو حسي تقوم باستقبال أي تنبيه خارجي. هذا مش معناه مستقبل حسي، دوك نكتبوها. يتكون من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة. ونذكروا شوما المستقبلات اللي يحتوي عليهم. عندك الطبقة الأولى البشرة، الطبقة الثانية الأدمة، الطبقة الثالثة تحت الأدمة. هذوما الأعضاء، هذوما الطبقات اللي يتكون منهم الجلد. بالنسبة للمستقبلات الحسية التي يحتوي عليها، عندنا بزاف مستقبلات دوك نذكرو منهم. هما حوالي ست مستقبلات. المستقبل الأول هو جسيم ميركل، نكتبوه بالفرنسي هيك، المستقبل الثاني هو جسيم كروس أو كروس، المستقبل الثالث هو جسيم ميسنر. المستقبل الرابع هي نهايات عصبية حرة، نهايات عصبية حرة. والمستقبل الخامس جسيم باسيني. المستقبل السادس واللي هو جسيم روفيني، جسيم روفيني.
هذوما كامل المستقبلات الحسيه التي يحتوي عليها الجلد. دوكا هاد الجسيمات ولا المستقبلات الحسيه واش تستقبل؟ كل وحده عندها التخصص نتاعها، كما الانزيمات لكل غذاء الانزيم الخاص به، هكذا المستقبلات الحسيه لكل منبه مستقبل حسي خاص به، اي يتميز بالتخصص والنوعيه في الاستخدام. نديرو الوسم تاعنا، نديرو على واش من منبه تستقبل. هنايا جسيم ميركور واش يستقبل؟ يستقبل الضغط الخفيف، الضغط الخفيف. بالنسبة لجسيم كروس يستقبل البرودة، جسيم ميسنر يستقبل اللمسة، النهاية العصبية الحرة للألم، وجسيم باسيني للضغط الشديد، وجسيم روفيني للحرارة. هذو يحفظون عن ظهر قلب. نعرفوا هنا المستقبل الحسي والمنبهات والأعضاء الحسية هادو، يعني لازمنا نلقيو عليهم نظرة ولا نعرفوهم باش يعني نعرفو ولا يكون عندنا اطلاع عليهم، مثلا لو كان يقولنا واش مال ولا باش نعرفو يعني نفهموهم بطريقة اسهل ولا ابسط، ولا كون يقول لك عرفهم لي تختار ولا تلقى راحتك كيفاش اتعرفهم. عندنا المستقبلات الحسية، عفوا الاعضاء الحسية هي الحواس الخمس. عندنا المنبهات هي عناصر خارجية تقوم بتنبيه المستقبلات الحسية. عندنا المستقبلات الحسية، سمحوا لي ما يفنش تبان، مستقبلات الحسية هي عبارة عن جسيمات صغيرة في الأعضاء الحسية تقوم باستقبال مختلف التنبيهات الخارجية. هكا نكونوا كملنا عرفنا ودرنا كل حاجة متعلقة بهذا الاسم. هادو حطوهم ك يعني معلومات ملاحظات باش تفهموا الاتصال العصبي. نمر دوكا الى خصوصيات وسائل الاتصال العضوية بالمحيط. وسائل اتصال العضوية بالمحيط، عندنا أربع حاجات من الخصوصيات كما كنا نقولوا على شروط عمل الإنزيمات. هكذاك عندنا الخصوصيات، الخصوصية الأولى أنها أعضاء حسية لعدة تنبيهات خارجية، لعدة تنبيهات خارجية. وش معناتها هذه العبارة؟ معناتها العضو الحسي يقدر يستقبل عدة تنبيهات خارجية، يقدرها كما الجلد يقدر يستقبل الضغط الخفيف، البرودة، اللمس، الألم، الضغط الشديد، الحرارة، هذا كل تنبيهات قدر يستقبلهم عضو واحد حسي واللي هو الجلد وغيرها الكثير. إذا ثانيا تتميز الأعضاء الحسية
بوجوده مستقبلات حسية ذات بنية متخصصة يعني تحتوي على عدة مستقبلات، كما مثلا الجلد يحتوي على جسيم ميركل، جسيم كروس، جسيم ميسنر، نهايات عصبية حرة، جسيم باسيني، جسيم روفيني إلى آخره. عندنا الوسم الثالث، عندنا الثالث لكل مستقبل حسي، لكل مستقبل حسي تنبيه خاص به. كل مستقبل ها هو كما مثلا هنايا جسيم ميركل يستقبل غير الضغط الخفيف، ما يقدرش يستقبل البرودة ولا اللمس ولا الألم ولا في حال غياب هذا المستقبل. قد ما يجيك الضغط 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 ما راحش تحس طول. مثلا البرودة لو كانت تفقد احد جسيمات، تفقد جسيم كروس مثلا، تولي ما تحسش بالبرودة، تولي عادي، ما تنتقل لك لا سيالة عصبية لا والو. هذه دوك نطرقوا ليها من بعد. الرابعة، يمكن أن يضم العضو الحسي مثل الجلد مثلا، ضربت لكم مثال بالجلد، عدة أنماط من المستقبلات، يعني يقدر يلم عدة مستقبلات، جسيم كروس، جسيم ميسنر، جسيم عصبيات حرة، وكلهم يستقبلوا عدة تنبيهات. يعني عضو واحد فيه مستقبلات بزاف يستقبلوا تنبيهات بزاف أو مختلفة. هذا بالنسبة لخصوصيات وسائل الاتصال العضوية بالمحيط. نمر دوكا إلى المكونات الأساسية للجهاز العصبي، وعلى أصلها نبدأ نفهمه في الوسم الثاني. نروح دوكا إلى مكونات الجهاز العصبي. مكونات الجهاز العصبي عندنا للجهاز العصبي مكونين، أو يتكون من أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول واللي هو جهاز مركزي، أي مراكز، والله نقدر نقول عليه مراكز عصبية، جهاز مركزي أي بين قوسين مراكز عصبية، أو جهاز محيطي بين قوسين أعصاب. هذا بالنسبة للأجهزة اللي يحتوي عليها الجهاز العصبي. بعد ما نقسم إلى قسمين، الجهاز المركزي ينقسم إلى قسمين آخرين، دوك نشوفوهم مع بعضنا. هام لكم، عندنا النخاع الشوكي، نتوما اللي همكم الجهاز المركزي. الجهاز المحيط دوك ما نهضروا على الاسم تاعو، مي اللي همكم بزاف والاسونسيال هو جهاز المركزي. وعنا الدماغ، هذا الجزء ينقسم الى ثلاثة اقسام، واحدة اخرى اي احسوني أي مخ مخيخ بصلة سيسائية. بالنسبة للجهاز الآخر بالتأكيد ينقسم إلى قسمين آخرين، أعصاب شوكية وعنا أعصاب قحفية دماغية بين قوسين دماغية. هذا
هذا بالنسبة لمكونات الجهاز العصبي. نمرضو كان بداو نشرحو في المكونات انتوعو الدماغ. نبداو بالدماغ. الدماغ من واش يتكون؟ يوجد ولو يتواجد، يوجد في الجمجمة محاط بأغشية السحايا لحمايته من الصدمات. هذه الأغشية تاع السحايا واش هما؟ نكتبو بالحماية، حمايته من الصدمات. السحايا هذو شكون؟ واش من أغشية؟ عندنا ثلاثة، الأم الجافية، والعنكبوتية والحنون. الأم الجافية والأم العنكبوتية والأم الحنون. عندنا بالنسبة بعد ما شرحنا الدماغ نمرو نشرحو المخ. المخ هو نصفي كرتين متناظرتين. قشرته غنية بالتلافيف، لزيادة مساحة، لزيادة المساحة. أنا مقسم إلى أربع فصوص وأربع شقوق. راح نقسمه قبل أولا إلى زوج أقسام. هذوك الأقسام دوك نتفرعوا فيهم: فصوص، شقوق. الفصوص تاعنا واش هما؟ عندنا الفصوص عندنا ربعة، واحدة، اثنين، ثلاثة، ربعة. والشقوق عندنا ثلاثة. الفصوص عندنا الفصل الأول فص الجبهي، والآخر القفوي، والجداري، والصدغي. الشقوق عندنا الشق القائم ورولاندو. احسن انا نكتبها لكم خلاص نشوف نعاودو نكتبوها دوك باش نكتبو الاخرى. سيليفيوز. رولاندو احسن حتى انتم تشوفوا نعاودو نكتبها. هذا بالنسبه للشقوق. والفصوص اللي تكون منها تكون من أربع فصوص ثلاث شقوق. بعد ما كملنا رولاندو، إذن الشق رولاندو والشق القائم وشق سيليفيوز. هذه الفاء فا سيليفيوز. نكملوا الاسبوع تاعنا، نشرحوا المخيخ. جزء يقع خلف المخ. ما فيه الشرح بزاف باسكو ما تحتاجوهش. هذو اللي تحتاجوهم بزاف، هذا امام، هذا ماشي بزاف، هذا اللي تركزوا عليه بزاف. عندنا النخاع الشوكي. البصلة السيسائية هي الأولى بدل النخاع الشوكي، معليش، بصلة
السيسائية هي جزء يقع أسفل المخيخ، يربط المخ بالحبل الشوكي. أما بالنسبة للنخاع الشوكي فهو محور أسطواني تخرج منه الأعصاب الشوكية، الثاني تخرج منه الأعصاب الدماغية، ممتد داخل قناة العمود الفقري. هذا بالنسبة للنخاع الشوكي والبصلة السيسائية. نمر دوكا إلى تعريف المادة البيضاء والمادة الرمادية. المادة البيضاء والمادة الرمادية. بالنسبة للمادة البيضاء هي تكون مركزية في الدماغ ومحيطة أو بالمخ ومحيطة بالنخاع الشوكي. من وش تتكون؟ تتكون من خلايا دبقية ومحاور عصبية. دورها هو إرسال الإشارات إلى الخلايا العصبية. عبر العصبون. هو إرسال الإشارات إلى الخلايا العصبية. نشوف المادة الرمادية. المادة الرمادية تتواجد في الجزء المركزي للنخاع الشوكي، ومحيطة بالدماغ. تتكون من خلايا عصبية. دورها هو أنها تعطي هو أنها طريقة فن منها هذه دكتور ما بدنا نولي لها هو أنها طريق سلوك إلى الحركة إلى الحركية الحسية. هنا يا دكتور نولي لها تنشوف فقط أن كملنا المادة البيضاء وكملنا المادة الرمادية. دكتور نشرح الأعصاب الشوكية والأعصاب القحفية، يعني ما راح تلقوا أحسن من هذا الملخص. أعصاب شوكية والأعصاب القحفية من قوسين دماغية، وأنها طريق سلوك. الأعصاب الشوكية تخرج من النخاع الشوكي، عددها 31 زوجا. الأعصاب القحفية تخرج من قحف الجمجمة.
عددها 12 زوجا. هذا بالنسبة لي شرحنا مصطلحات كامل انت التكون تاع الجهاز العصبي، يعني ابسط شرح على الاطلاق. كما قلت لكم شرحناهم كامل وفهمنا كيفاش حتى نقدروا نديروا الوسم، كيفاش حتى وش هي البصيله الاستيسائيه، وش هي المخ، وش هو المخيخ الى اخره. يعني هادو كامل راح يفيدكم من بعد في الشرح نتاعكم، سواء للمصطلحات او سواء كي تجيو تفهموا على واش راهو يهضر، ولا واش هي الحاجه الاساسيه ولا برينسيبل في الاتصال العصبي. مولا دوكا حاجه واحده اخرى، هنا بعد ما كملنا الوسم تاعنا تاع العصب الشوكيه والعصب القهفيه، مكونات الجهاز العصبي، نمر دوكا الى ثالث عنوان اللي هو الرساله العصبيه. الرساله العصبيه هي اولا نعرفوها ومن بعدها نروحو نشوفو كيفاش يصرالها. الرسالة العصبية هي عبارة عن شرارات كهربائية، هي عبارة عن شرارات كهربائية ناتجة عن تنبيه النشأة تاعها، تنشأ عن تنبيه المستقبلات الحسية. نعرف قبل الرسالة العصبية، الرسالة العصبية، الرسالة العصبية هي عبارة عن إشارات كهربائية، هي عبارة عن إشارات كهربائية. عندنا بعدها نشوفوا نشأة الرسالة العصبية. تنشأ الرسالة العصبية نتيجة تنبيه المستقبلات الحسية، بين قوسين في الفعل اللا إرادي. أما في الفعل الإرادي، تنشأ الرسالة العصبية في المخ، تنشأ الرسالة العصبية في المخ، بين قوسين في الفعل الإرادي، هذا اللا إرادي. عندنا بعد ما قلنا عن نشأة الرسالة العصبية، نشوفوا كيفاش تنتقل الرسالة العصبية. انتقال الرسالة العصبية، يكون انتقال الرسالة العصبية كالآتي: تنتقل الرسالة العصبية عن طريق العصب الحسي إلى المركز العصبي الذي يقوم بترجمة الرسائل العصبية، وذلك بواسطة العصبونات. عندنا ماشي العصبونات هما اللي يترجموا الرسائل العصبية، إنما المراكز العصبية هي التي تترجم الرسائل العصبية. أما بالنسبة لانتقالها، تنتقل عبر العصب الحسي الذي يحتوي على العصبونات. تنتقل الرسالة العصبية عبر العصب الحسي أو الحركي إلى أي؟ إلى الأخر عفوا، الذي يحتوي على عصبونات والتي بدورها تنقل الرسالة العصبية.
عندنا بنية العصبون، نحاول أن نوضح حاجة، هي هنا بنية العصبون هاي اللي كمان سطرت لكم عليها. راح نشوفوا بنية العصبون. العصبون يتكون من جسم خلوي زائد ليف عصبي زائد تفرعات شجرية. هذو الأقسام نتاعو نتاع العصبون نتاعنا. هم لي بارتي تاعو هاو ليكم، هذا الاولى، هاي ليكم الاولى، هذا الثانيه، هاي ليكم الثانيه، هذه الثالثه، هاي ليكم الثالثه. وكاين مكونات اخرى كم تلقاوهم في الكتاب. اسمع ليكم بحفظ المكونات تاعو، مي انا برك حبيت ان نقسم باك لي بارتي تاعو من المكونات الاصليه الكامله راكم تلقاوها في الكتاب المدرسي. نسيت الصفحه وينها، ولكن شوفوا فرق في الكتاب المدرسي بنية العصبون راكم تلقاوها، والتي بدورها تنقل الرسالة العصبية. تفرعات شجرية، ولا نقدر نقول عليها تفرعات نهائية. وهنا جسم عفوا، وهنا العصبون ولا الخلية العصبية، هذا نقدر نسموهم زوج اسماءات بس كبرك تلقاوهم وتعرفوهمش. خلية عصبية هي نفسها العصبون، تفرعات شجرية هي نفسها التفرعات النهائية. نروح نديرو عند انتقال الرسالة العصبية وش يصرى عن طريق العصبون، عن طريق العصبون ماذا يحدث عند انتقال الرسالة العصبية عن طريق العصبون او الليف العصبي، في الليف العصبي بالتحديد، في الليف العصبي. لا حبيت نقسم لكم لي بارتي تاع العصبون باش تعرفوا واش من بلاصه حنركزوا عليها عند انتقال الرساله العصبيه عن طريق العصبون، تحديدا في الليف العصبي. نلاحظ عندنا زوج حالات، في حاله الراحه وفي حاله العمل او النشاط. انا في حاله الراحه، في حاله العمل. بالنسبه لي في حاله الراحه ان نلاحظ حدوث استقطاب كما الفيزيك، حيث تكون الاشارات المجابه داخل الليف، أما السالبة فتكون خارجه. أما في حالة العمل وش راح يحدث؟ راح تحدث حالة زوال الاستقطاب، حالة زوال الاستقطاب، حيث تتغير الإجابة، عفوا الإشارة الموجبة إلى سالبة والسالبة إلى موجبة، حيث تتغير الإشارة الموجبة إلى سالبة والسالبة إلى موجبة، ثم يعود إلى ثم يعود الليف كما كان، أي إلى الحالة الأصلية، ثم يعود إلى الحالة
الأصلية. نسمي هذا الحلبي كمون الراحة، وهذه بكمون العمل، بين قوسين هذا سموه كمون الراحة وهذا كمون العمل. نرسم لكم كيفاش راح يصرع له. بالنسبه لهنايا كي نكونوا في الاخر في الوسمو في كمون الراحه، لاحظوا باللي الليف تاعنا هذاك في الداخل تاعو هنايا في حاله الراحه يكون الاشارات الموجبه داخل الليف، يعني تكون هكا. والاشارات السالبه منا خارج الليف. في حالة زوال الاستقطاب، تعود الإشارات كما كانت. وش يصرى لها؟ تعود تولي هذه منا، تولي كما كانت حيث في حالة زوال الاستقطاب. نشوفوا باللي الإشارات تاعهم تتغير، اللي كانت موجبة تولي سلبة، واللي كانت سلبة تولي موجبة، يعني راح يعاودوا يوليو كيما كانوا حال زوال الاستقطاب. هنايا تولي هذه اللي كانت موجبه تولي سالبه، موجبه، وهنايا سالبه، هنايا موجبه، وهي رايحه، هي رايحه حتى يتغيروا كامل في الاماكن انتبههم. هذه هاي مثلا يكونوا هذو يتغيروا، يبداو يتغيروا حتى يحكموا البلايص انتبههم، ما يتغيروش ضربة واحدة، يتغيروا بالعقل. تتغير هذه، بعد هذه تولي تكون هكذا، زيت تعاود تتغير تولي موجبة سلبة، تولي موجبة سلبة، وهي رايحة. إذا نمر دوكا إلى ترجمة الرسالة العصبية. تترجم الرسالة العصبية على سطح القشرة المخية، التي تحولها إلى إحساس أو حركة بفضل التخصص الوظيفي. في الساحات بين قوسين كل واحدة عندها ساحة، كاين ساحة الشم، لمس، الرؤية إلى آخره. بالنسبة لهذا لو بارتي كي تترجم الرسالة العصبية تاعنا، إذا كانت رسالة عصبية تاع الإحساس، مثلا نحس أنه لمسني هكذا، لبست هذا القلم او لمست شخص مثلا، نحس بلي لمسته، فهمتوني؟ ولا نحس بلي شميت ديك الحاجه، هذا راه احساس. عفوا، في اللمس فقط هذا احساس. مثلا نحس بلي راني يعني مسيت هذيك الحاجه. بصح في واذا كانت الرساله العصبيه على شكل حركه، فلما نلمس مثلا حاجه حاميه نطلقها، جسم نمسها نطلقها. هذا هو الفرق بين الاحساس او الحركه. بالنسبه بعد ما كملنا الوسم نروحوا للفعل الارادي والفعل اللا ارادي، واللي ذكرته لكم سابقا هنايا اذا كنتوا راكم شايفين. نشوفوا الحركه الاراديه والحركه اللا اراديه، ومدى نروحوا نشوفوا تعريف المخدرات والاضرار تاعها والوسم تاعنا والاخر والمواد الكيميائيه المؤثره. بالنسبه للفعل الارادي، نقسموا الورقه تاعنا. الفعل اللا ارادي، بس كنا شويه نفصلوا فيه.
وكنكتب لكم ونديرو بعدا تشوفوا كيفاش نشرح لكم بالتفصيل. هنا الفعل الارادي عندنا دائما في الفعل الارادي عندنا العضو الحسي النقل الحسي هنا في اللا إرادي هذه النخاع الشوكي عفوا هذه في اللا إرادية لا إرادية كتبت عم بدل هنا يعني كتبتها لا إرادية وأنا مكتبتهاش لا إرادية وهذه في الإرادية هذا عضو حسي هذه لا إرادية لا إرادية باش يعني ما تخلط لكم شكون تكونوا تحفظوا ولا تروح لكم العلامة دوك نعاود نصحها فقط كي تنشف عضو حسي النقل الحسي النخاع الشوكي ندير لكم المخطط تاعهم والناقل الحركي ناقل الحركي والعضلة عندنا بالنسبة هذا الفعل اللا إرادي اللا إرادي ها هذا الفعل الإرادي هذا الفعل الإرادي هذا اللا إرادي عندنا بالنسبة للعضو الحسي إن في العضو الحسي تنبه المستقبلات الحسية وتنشأ على مستواها السيالة العصبية تنبيه المستقبلات الحسية ونشأة الرسالة العصبية النقل الحسي نقل الرسالة العصبية الحسية نقل الرسالة العصبية الحسية نحو المركز العصبي بالنسبة للنخاع الشوكي اللي هو المركز العصبي ترجمت الرسالة العصبية ترجمت الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية بديت تخلط لكم هنايا حسية هذه حركية ناقل الحركي باش نختصر فقط المساحة نوقف التصوير ونرجع لكم تقبل الله صلاة الجميع لمزيد من الأجر والثواب إذن نكملوا النخاع الشوكي ترجمت الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية بس كنكم تشوفوا هنا بلي ناقل حركي وإذا ما فهمتوهاش عودوا كتبوها وحدكم انتوما الناقل الحركي الناقل الحركي نقل الرسالة العصبية الحركية نحو العضلة العصبية الحركية العضلة نحو العضلة العضلة عضو منفذ تستجيب هنا كما قلنا العضلة هو عضو منفذ يستجيب بالتقلص أو التمدد أو التمدد أحسني أو التمدد يعني لما نمسك القلم ولا عفسك ما هكذا يا إما تتمدد يدي يا إما تقبض يا إلى آخره يعني العضلة الثانية تتقلص يا تتمدد هو العضو المنفذ أو أي عضو آخر مهما كان ليقدر يستجيب بالنسبة للمخطط نرسمه المخطط اللي يقدر يجيكم بالبيانولا هذا المخطط كيفاش يجي مخطط القوس الانعكاسية كيفاش يجي هذا المخطط ان نحكمه
الوسم تاعنا، نحكموا المركز العصبي تاعنا واللي هو النخاع الشوكي، ونحطوه هو الاول خلاص والله في النص تاع الورقه تاعنا، النخاع الشوكي. نديروا سهم هكا، عفوا سهم هكا، ونديروا سهم هكذا، نحي منا فقط الاشاره تاع السهم، يجي منا ويروح هكذا. هذا وش نسموه؟ نسموه بالعصب الحركي، وهذا نسموه بالعصب الحسي. بالنسبة للعصب الحركي لوين يؤدي؟ يؤدي إلى العضلة، وهنا يا لوين تؤدي؟ تؤدي إلى مستقبل حسي، وهذا تنبيه. بالنسبة لهنا نبدأ نسمو في البيانات تاعنا، نبدأ نسمو فيهم هذا المركز العصبي تاعنا، هذا عضو منفذ، هذا المستقبل الحسي واللي هو عضو داخل العضو الحسي، هنايا العصب الحسي هو الناقل الحسي، وهذا الناقل الحركي. هذا بالنسبة للمخطط نتاعنا. نروحو دوكا إلى الفعل الإرادي اللي إحنا بذاتنا نحبو نقومو به، ولا نحوسو نقومو به. بالنسبة للفعل الإرادي تاعنا ولا بفعل الإنسان، يعني هو اللي يقدر يديرو، يبدأ من القشرة المخية. أحسن نبدل فقط اللون تاع السيلو ونكملو مع بعضنا. يبدأ من القشرة المخية، هاي ليكم القشرة المخية أو المخ. عندنا ناقل حركي، عندنا كذلك العضلة. بالنسبة للقشرة المخية، إصدار الرسالة العصبية الحركية أو الحسية، يعني تختلف من إصدار إلى إصدار، سواء كان إحساس أو شعور أو حركة. حنا جينيرالمون ما نصدروش إحساس، الإحساس دائما يكون في الفعل اللا إرادي، لهذا جينيرالمون تكون الرسالة العصبية تاعنا اللي تصدر عن القشرة المخية هي رسالة عصبية حركية ناتجة عن إصدار القشرة المخية لها. هنايا نكتبو إصدار الرسالة العصبية حركية. نقل الحركي، نقل الرسالة العصبية الحركية. لوين ينقلها؟ ينقلها نحو العضلة، نحو العضلة. العضلة عضو منفذ تستجيب بالتقلص أو التمدد. بالنسبة للمخطط، نشوفوا المخطط كيفاش يجي. يجي بهذه الطريقة، نديروا القشرة المخية، نقل إلى العضلة. هنايا وش اسمو هذه القشرة المخية أو المخ مخي عفوا، وهذه العضلة، وهذا وش نسموه؟ نسموه بعصب حركي. هذا نديروا لهم كيما كنا دايرين هنا بالأخضر. هذا القشرة المخية وش هي؟ مركز عصبي. عصب الحركي هو ناقل حركي. العضلة عضو منفذ، تنتقل الرسالة بهذه الطريقة. دوكا نشرح لكم أو نجيو للشرح نتاع الوسمو الفعل الإرادي والفعل اللا إرادي بالتفصيل، يعني نزيدو تفهمو أكثر. يجينا التنبيه مثلا الحرارة، هذا تنبيه.
كي حنايا مثلا هاي اليد تاعك نتايا ورحت، المهم هكذا، المهم يد وخلاص ما يهمكش حتى في الرسم، المهم في الاسم اليد تاعك، وانت رحت مسكت حاجه حاميه حاره ساخنه، هذيك الحاجه الساخنه شفت ما تمسكها تطلقها بمجرد المسك تاعها، هذه حراره هذيك الوسمه الساخنه تعطي لك حراره، هذيك الحراره هي تنبيه، هذاك التنبيه في الجلد تاعك، في الجلد او في بمجرد اللمس اللي هي الحاسه الشعوريه في الجلد اللي هو العضو الحسي اللي فيه عده مستقبلات حسية تستقبل مثلا جسيم روفيني هو اللي يستقبل هذيك الحرارة، فهمتوني؟ هذه كي يستقبل بمجرد استقباله للحرارة فالتنبيه يروح للمستقبل الحسي، المستقبل حسي، هذاك المستقبل الحسي مثلا جسيم روفيني تنشأ على مستواه، تنشأ على مستواه رسالة عصبية حسية، فهمتوا؟ رسالة عصبية حسية، هذه الرسالة العصبية الحسية تنتقل عبر العصب الحسي عبر العصبونات، العصبونات العصبون هو هذاك كي الشجرة هكا ويربط بينه وبين خوه بتفرعات شجرية مع خوه، هذيك الرسالة تنتقل عبر هذاك العصبونات أو العصب الحسي إلى بين بعضهم في هذوك التفرعات، تنتقل ذيك الرسالة إلى العصب الآخر وهي رايحة حتى أن توصل إلى المركز تاعنا واللي هو النخاع الشوكي، النخاع الشوكي اللي هو المركز العصبي، وش يدير؟ تنشأ على مستواه، تنشأ على مستواه رسالة عصبية، وش نسموها؟ هذه كانت حسية، هذه نسموها حركية، يعني تتحرك اليد تاعك، هذيك الرسالة العصبية الحركية كي تنشأ تنتقل عبر العصب الحركي بمجرد العصبونات إلى العضو المنفذ الذي يستجيب بالتقلص أو التمدد أو السحب أو إلى آخره، يعني على حسب هذاك العضو مثلا الجلد، هذا فعل لا إرادي. بالنسبة للفعل الإرادي النورمال العادي انت من طبيعتك، أنا أطلق ستيلو هاني حابين نمسكه، هذا فعل إرادي، رسلت روحي رسالة عصبية، رسلت للجلد تاعي رسالة عصبية أو لليد تاعي باش تمسك القلم، هنا واش نقولو؟ الدماغ اللي هو المركز العصبي التاعي وش يروح يدير؟ تنشأ على مستواه وش هي؟ رسالة عصبية، ماهيش حسية، مش إحساس، حركية، نحرك يدي باش نهز القلم، تنتقل عبر العصب الحركي إلى وين؟ إلى العضو المنفذ اللي يستجيب يا إما بالتقلص يا إما بالتمدد مثلا الجلد إلى آخره، هذا الفعل التاعي الإرادي، هذا الفعل إرادي، هذا فعل لا إرادي، أنتوني هذا فعل لا إرادي، هذا فعل إرادي، صافي. هذا هي الشرح الكامل للرسالة العصبية، إن شاء الله تكونوا فهمتوني، يعني قدرت نوصل المعلومة ولو قليلا، يعني وكانت مفهومة نوعا ما، وقدرت أن نلحق لكم أكبر عدد من المفاهيم في ملخص مادة العلوم الطبيعية والحياة. شكركم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، تلقاو في فيديو قادم إن شاء الله، ومع السلامة، باي.
ما قلت لكم الشرح تاع الاسمو. نمروا للفعل تاع الفعل الارادي والفعل لا ارادي. نمروا دوكا الى المخدرات. المخدرات هذا الدرس يعني جد مهم. المخدرات تعرفها، التعريف تاعها تعريفها هي مواد سامة وش بها ممنوعة قانونيا. لماذا ممنوعة قانونيا؟ يعني هي ممنوعة قانونيا وهي حرام في الإسلام. أو أدوية حرفت عن دورها. نعطيكم مثال عن أدوية حرفت عن دورها، كما دواء المجانين أو تاع المهابل. هذاك الدواء من حقه يشربوه المهابل، ما يشربوش الإنسان العاقل. فبطبيعة الإنسان هذاك الإنسان العاقل يروح يشرب الدواء خاطئ تاع دواء المهابل هذاك، كي يشربه راح يولي له على شكل مخدرات، ماهوش راح يولي له ماهوش راح يؤدي الدور تاعو الأصلي، راح يولي على شكل مخدرات عوض أنه يعالج المرض هذا، إنما هو يولي شغل كمخدر. هو أصلا يستعمل مخدر للمجانين، لكن بصفة إنسان عاقل ويشرب هذاك الدواء فراح يصير مخدر، وبالتالي راح يصير له خلل في نقل واستقبال الرسالة العصبية، مما يؤدي إلى جنونه أيضا. يعني يولي مجنون كما الناس الأخرين، يا يتخدر يعني الكميات هذو كل جرعات الكبيرة هذيك بزاف تؤدي إلى الجنون. هذا هو الاسم تاعه. أو الانتحار أو أي أضرار أخرى تثير اضطراب في نقل واستقبال الرسالة العصبية. يعني تشد هذوك المنافذ اللي تجي منهم الرسالة العصبية في العصبون، مما يؤدي إلى عدم استقبال الجيد للرسالة العصبية. عنا المواد الكيميائية المؤثرة. المواد الكيميائية المؤثرة ونشوفوا عندها تأثير شكون فيهم. عندنا القهوة، عندنا شكون ثاني؟ عندنا المخدرات كما كنا نقولوا، عندنا التبغ، عندنا الحشيش، عندنا الكحول الى اخره. الحشيش مانيش نقصد به العشب انما شيء اخر. اذا هذو هما المواد الكيميائيه المؤثره. نقدروا نزيدوا ثاني الشاي الى اخره. يعني هذه المواد تؤثر على الانسان ولها اضرار جد خطيره. يعني اذا تناولناها بكميات كبيره كما القهوه والشاي، اذا تناولناهم بكميات كبيره يعني ما ياثروش اذا تناولناهم بكميات معقوله، لكن اذا تناولناهم بكميات كبيره راح يصرى تاثير جد خطير. اما المخدرات وهذا كامل على بالنا بلي اثروا بشكل سلبي. اضرارها وش راح يصرى؟ تدني سرعه المنعكسات والاضطرابات الادراك الحسي. تدني سرعة المنعكسات والاضطرابات الإدراك الحسي. أمراض سرطانية وقلبية وتليف في الكبد. الشعور بالذنب والاكتئاب والرغبة في الانتحار. الجرعات المفرطة تؤدي إلى الوفاة. الجرعات المفرطة تؤدي إلى الوفاة.
تدني النشاط الفكري، تدني النشاط الفكري. هذوما كامل أضرار المخدرات وغيرهم الكثير. نمر دوكا الى الحاجه المهمه اللي نقدروا نقولوا عليها، واللي هي كيفاش نقضيوا عليها، او وش هما الحلول اللي يناسبونا، او ما هي القواعد الصحيه الواجب اتخاذها من اجل الابتعاد عن هذه المخدرات. القواعد الصحيه وش هما؟ عندنا ممارسه التمارين الرياضيه، عندنا كذلك تجنب رفقاء السوء وتعاطي المخدرات ولو من باب التجربة. كذلك التقليل من بعض المنبهات كالقهوة والشاي، أعطينا مثال القهوة والشاي. وعندنا كذلك النوم لفترات كافية. عندنا عدم تناول الحبوب المهدئة والمنشطة إلا بوصفة، وزيادة مراكز معالجة مدمني المخدرات. هذو يصلحوا كذلك كدي سوليسيون او حلول من اجل المخدرات، يعني من اجل ان نتجنبوا هاد الظاهره. نشكركم بزاف على حسن المتابعه والاصغاء، ان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل. نتلقى في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه، باي.